وللمزيد ينضم إلينا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. من التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة هي إعلاء مصلحة المواطن المصري، كيف ترى برنامج الحكومة وقدرته على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين؟ يا فندم اهلا بحضرتك. برنامج الحكومه الجديد بيستهدف مجموعه من الاهداف او المستهدفات خلال الفتره القادمه. يمكن البيان الحكومه اللي اعلنه الدكتور مصطفى مدبولي في مجلس النواب تحدث عن بعض نقاط محدده ومستهدفات محدده، منها يكون هناك تشجيع للاستثمار، هناك تمكين للقطاع الخاص بشكل افضل، تقديم الخدمات سواء كانت الصحيه والتعليميه بشكل افضل، ويمكن ده كان واضح معانا في الموازنه العامه المصريه اللي كان فيها او يعني مبالغ او مخصصات ماليه كبيره لجانب الصحه وجانب التعليم. فنجد على سبيل المثال ان الصحه المخصصات الماليه الخاصه بها خلال العام المالي الحالي 2024/2025 تجاوزت 496 مليار جنيه بزياده اكثر من 18% عن العام الماضي. نفس الكلام في بند التعليم اللي وجدناه سواء كان التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي تجاوز 835 مليار جنيه بزياده اكثر من 17%، بالاضافه الى الدعم اللي زاد باكثر من 20% ووصل الى 636 مليار جنيه. فاذا هناك اهتمام بالمواطن ان يكون هناك اتجاه نحو تخفيف الاعباء الخاصه بالتضخم وزياده الاسعار على المواطن من ناحيه، وايضا من ناحيه اخرى تقديم افضل الخدمات او خدمات محسنه عما هي عليه. وبالتالي كان احد مستهدفات الحكومه الجديده هو تحسين الخدمه المقدمه للمواطن وتوفير السلع وكمان وضبط الاسواق، دي من اهم الامور اللي بيطالب بها المواطن المصري. يعني طبعا فكره ان يكون هناك ضبط للسوق، هناك حمايه حقيقيه للمستهلك، هناك يعني تحجيم وتقليل لمعدلات زياده الاسعار، ويكون هناك اتجاه نزولي لمعدلات التضخم. ده احد برضه الاتجاهات اللي هتتخذها الحكومه خلال الفتره القادمه، وده مش هياتي الا من خلال انه تشغيل حقيقي للبورصه السلعيه من ناحيه، وايضا ان يكون هناك اسواق جمله، القضاء على حلقات الوصل ما بين المنتج الحقيقي سواء كان الفلاح أو المصنع وما بين المنفذ الأخير للبيع للمستهلك، حلقات الوصل من التجار ومن أصحاب اللي هم يعني الجشع اللي هم عايزين يزيدوا من الأرباح الخاصة بهم، إن كل الحلقات دي تقل، وبالتالي يكون هناك أسعار محددة، وأيضا وضع سقف أو حد أقصى لهامش الربح للسلع والخدمات التي تقدم، بحيث يكون هناك هوامش ربح يعني مجزيه للمستثمر من ناحيه، وايضا من ناحيه ثانيه ما يكونش فيها نوع من انواع الغلاء، لان احنا بنجد هناك سلع بتتفاوت اسعارها من مكان الى مكان، ودي اشكاليه في حد ذاتها لابد من ضبط السوق المصري بشكل كبير. طيب كيف ترى خطه الحكومه لاستدامه توفير المواد البتروليه وعدم طبعا العوده للعمل مره ثانيه بخطه تخفيف الاحمال؟ الحكومه النهارده بتتجه الى الاستيراد من الغاز الطبيعي الذي يكفي لعمليه يعني تمويل المحطات الخاصه المحطات الكهربائيه. ويمكن احنا سمعنا ان هناك اتفاق على 17 شاحنه هي تاتي للدوله المصريه او بدات تاتي للدوله المصريه خلال الايام القليله الماضيه، وهتتوالى خلال يعني الشهرين القادمين عشان نغطي او نغطي الاحتياجات الخاصه بالمحطات الوقود. ده من ناحيه، الناحيه الاخرى انه اتجاه الدوله لتعزيز الاتفاقيات مع الشركات الاجنبيه للبحث والتنقيب وزياده المدخول من الغاز الطبيعي وعودته مره اخرى بشكل انه يحقق ما يطلق عليه الاكتفاء الذاتي، بحيث يكون هناك عدم احتياج لعمليه الاستيراد، لان ده بيكلف الدوله من 3.5 الى 4 مليار دولار سنويا، وده رقم كبير جدا. المحور الاقتصادي الخاص ببرنامج الحكومة وعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى وتتضافر العمل ما بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، هل ده سوف يؤدي إلى بناء اقتصاد قوي لمصر؟
فكره عوده وزاره الاستثمار ده كان احد المطالب الرئيسيه للمستثمرين ورجال الاعمال من ناحيه، وايضا احنا كنا في الحوار الوطني كان احد التوصيات اللي تم يعني رفعها للسيد الرئيس ان يكون هناك وزاره استثمار او اقتصاد مسؤوله عن المشهد الاقتصادي المصري، وبالتالي وجود هذه الوزاره هو الهدف منها ان يكون بتعمل على جذب الاستثمارات، على توطين الاستثمارات الجديده، حل مشاكل المستثمرين، تسهيل اجراءات التاسيس والتراخيص الخاصه بالشركات، ودي مهام يعني مهمه جدا لاي دوله بتسعى حقيقيا الى جذب الاستثمارات الجديده. تعاون وزاره الاستثمار مع وزاره الصناعه من ناحيه، وايضا التنسيق اللي احنا شفناه من خلال المجموعه الاداريه الاقتصاديه خلال الايام القليله الماضيه، هينبئ انه باذن الله هناك التعاون ده هيكون مثمر، بان يكون هناك تسهيل في عمليه التراخيص والحصول على التراخيص الذهبيه لكافه المصانع. ما نطالب به دائما هو عوده الشباك الواحد، وايضا هو وضع لائحه تنفيذيه قويه لقانون الاستثمار. صحيح صحيح، ان يكون هناك قانون تعديلات على قانون الاستثمار الحالي بما يؤهل او يجذب كثير من الاستثمارات، لان احنا النهارده لم نعد النقطه الوحيده الجاذبه للاستثمار في المنطقه العربيه، هناك دول يعني مجاوره بتسعى الى جذب الاستثمار وده حقها، وبالتالي احنا لدينا الامكانيات سواء كانت السوق الكبير، سواء كان عدد السكان، سواء كانت البنيه التحتيه، عندنا عوامل جذب، ولكن نحتاج لتسهيل الاجراءات، تقليل الروتين والبيروقراطيه، وجود حزم تحفيزيه للمستثمرين، حل سريع لمشاكل المستثمرين، التعاون في فتح المصانع المتعثره والمصانع المتوقفه، لان دي عددها يبلغ 13,000 مصنع، وبالتالي عودتها للتشغيل مره اخرى يزيد من حجم الناتج المحلي الاجمالي ويزيد من حجم الصادرات المصريه، لان انت هيبقى عندك مصانع ما عندكش ليها تكلفه بنيه تحتيه، ولكن هو حلول ماليه لاسباب التعثر او اسباب التوقف، وده هيكون يعني مشهد ما بين التنسيق الكامل ما بين وزاره الصناعه والنقل من ناحيه وما بين وزاره الاستثمار. وبالتوازي معها ايضا طبعا هو دعم الصناعه المصريه بشكل كبير. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه.